عايز انبه المصريين اللي بيروحوا يقفوا مع اولادهم في المراكز عشان يعلمهم في ثانوي، وانا معاكم اعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن لو انتوا ما وقفتوش مع اولادكم يا مصريين من ابتدائي واعدادي وثانوي عشان تعلموهم الكلام ده، فرص ان احنا نبقى غني هتبقى قليله. احنا ممكن يخش لنا 20 و30 و40 ولا انا مبالغ؟ ممكن جدا يا فندم، ممكن جدا واكتر. ممكن كام؟ يعني احنا يا فندم بنستهدف في عام 2026 9 مليار دولار من التعهيد فقط، والرقم ده ممكن يزيد لو زودنا عدد الكوادر المدربه. لا خليني في الحاجات المتخصصه قوي يا عمرو. احنا يا فندم التعهيد بيشتغل على 3 تخصصات، التخصص يعني اللي فيه ناس كثيره بتشتغل، ولكن القيمه فيه بيبقى الشاب الواحد يقدر يصدر في حدود من 25 ل 30 الف دولار في السنه. المستوى الثاني اللي هو مستوى البرمجه، الشاب يقدر يصدر في العام الواحد من 50 ل 60 الف دولار في السنه. المستوى الثالث زي تصميم البرمجيات او البرامج المتخصصه بنسميها البرامج المدمجه، الشاب يقدر يتخطى 100 الف دولار في السنه الشاب الواحد من الصادرات، ويوصل طيب ل 200 و 300 الف دولار. طب المجال ده يا جماعه عايز مليون كل سنه، انا بقول كلام مظبوط؟ ده بالظبط، عايز مليون ايه كل سنه. كل سنه انا بقى في مصر فين؟ انا ما خرجتش عن اللي انتوا شايفينه هنا. احنا بنعمل حاجات كتير قوي، كتير من الناس اللي يعني البساط ما يعرفوش هي بتتعمل عشان تحقق لنا ايه. بس انا بقول لكل اسره مصريه عندها اولاد في اعدادي وابتدائي دلوقتي، اذا كنتوا عايزين تعملوا لابنائكم ولبلدكم حاجه، خليكم في اللي انا بقول اللي احنا بنتكلم فيه ده. لازم بوصلتنا كمصريين، هو بيقول على المستوى الثالث اللي هو يعمل بمئة ألف وأكثر من مئة ألف كمان، وأنا قلت الكلام ده قبل كده وهقوله تاني ومن غير ما أجيب أسماء دول. في دول عندها عدد سكانها بسيط جدا جدا لا يتعدى الملايين على الصابع الايدين الاثنين يعني، وبتعمل في المستوى الثالث اللي الدكتور عمرو بيقول عليه ده، بيشتغل في المجال ده نص مليون اكتر يا فندم. طيب يعني واصلين ل 750 الف خلاص من غير ما نقول اسم الدول. عارفين يعني ايه؟ عارفين يعني ايه 700 الف بني ادم؟ 500 الف بني ادم، كل بني ادم يعمل 100 الف دولار، يعني 70 مليار دولار. يعني ايه 70 مليار؟ ده عقل؟ ده ايه؟ لا عايز مصنع ولا عايز حاجه خالص، ده عايز بس على الدماغ وحاسب. انا بقول كلام معقول؟ بالظبط يا فندم، هو ده اللي طيب. يعني نقطه مهمه. في دول تانية عندها 3.5 او 2 3 مليون وعددها يعني كبير قوي، ده بيشتغل كلهم في المستوى الثاني او اقل شويه. احنا بقى شغالين في انهي مستوى؟ الاولاني ده اللي هو بيجيب ايه وعددنا قد ايه. طب انا في اللقاءات ديت يا عمرو، هدفي كله حاجه واحده، ان انا اشاور لنفسي وللناس اللي عندنا، للحكومه، لوزاره التربيه والتعليم، لوزاره التعليم العالي، للاعلام، للمثقفين والمفكرين. احنا بلاد ما عندناش موارد يا جماعه. 95% من مصر صحراء فاضية، فيش فيها حاجة. يبقى فيش عندي غير الايه؟ الإنسان. طب أنت بقى مهتم تعلمه ايه؟ أنت مهتم تعلمه ايه؟ هتقول لي طب ما أنت ما تعلم. إحنا عاملين جامعات وكليات، وزي ما أنت شفتوا البرامج اللي قال عليها الدكتور عمرو بعدد ضخم جدا، وبنستهدف ارقام من وجهه نظر الدكتور عمرو طموحه جدا، لكن من وجهه نظري متواضعه جدا. ليه؟ عشان عايزين نخرج من اللي احنا فيه. عايزين نخرج من اللي احنا فيه. لما يقول لي ان شاء الله في بنطلع 6 مليار دولار ولا 4 دلوقتي، انا عايز 100 مليار، عايز 200 مليار، عايز 300 مليار.
عايز ايه يا عمرو؟ ايوه لازم تعرفوا حجم انفاق دوله زي مصر. دوله كبيره قوي وطلباتها كتير، ومصر مش هتقدر تنتج كل طلباتها اللي الناس عايزاها وتقولوا الدنيا غاليه. الحاجه الكلام اللي انا بقوله بربطه مع بعضكم ليكم، دي شركه مع بعضنا، احنا كلنا مع بعض يا جماعه. لو اهتمينا بال 105 مليون وكل انسان، كل مدير مدرسه، كل عميد كليه كان في دماغه ده، وانه يقعد على برامج مع الشباب والشابات اللي موجودين في الكليه عشان يشوف منهم اللي عنده استعداد اكتر ونركز معاه في البرامج ديت. انا المعدلات اللي حاططها عمرو مش هتبقى كفايه للي احنا عايزينه، لان معدلات نمونا السكاني اكبر من المعدلات اللي بيتكلم فيها دي. لما اجي اقول لك النهارده انت في، طب ماشي انا قلت في 500,000 وهو قال لي لا ده 750,000 ويعني بينكد عليا اكتر، ماشي وما يجراش حاجه. طب انتوا بقى كام في مصر؟ كم مننا في مصر في المستوى الثالث ده؟ قول يا دكتور. احنا يا فندم التعهيد حاليا، لا 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 حاضر، هقول ثلاث مستويات. ايوه احنا التعهيد حاليا احنا عندنا حوالي من 150 ل 180,000 شاب وشابه بيشتغلوا في مجال التعهيد. 60% في المستوى الاول، 25% في المستوى الثاني، و 15% في المستوى الثالث الاكثر يعني قيمه. احنا بنستهدف لان احنا الموارد لا خليني بس نحول الارقام دي لعدد.